والله صراحة احنا لفيف من موظفي الدولة من كافة الوزارات ومن كافة المحافظات. وقفنا هنا اعتصاما امام مبنى وزارة التعليم العالي دارة البعثات لكي نطالب بحقنا اللي هو فتح الاجازات الدراسية الذي دام تريث به من 2014 ولحد هذه اللحظة. قدمنا مطالبنا الاكثر من نائب وحكينا وحتى دائرة البعثات، يعني ما خلينا مكان ما رحنا له. قالوا الحكي اللي يقولونه انه راح تطلق التعليمات بداية الشهر الرابع. زين هي بالتعليمات 165 لسنة 2011 وقانون رقم 14 لسنة 2009 لازم بالتعليمات هذه اللي هسه انا حكيتها لازم اصلا تصدر التعليمات ب نهاية شهر آذار. زين احنا هسه خلص شهر آذار تقريبا وراح نبدي بشهر نيسان، والتعليمات لحد الان ما صدرت منها ولا حرف، ما نعرف احنا مصيرها، هل يبقى التريث قائم ام تصدر تعليمات صارمه بحقنا اللي هي مثل نظام رقم 3 سنة 2018 ماجستير 35 ودكتوراه 40. زين احنا شنو ذنبنا الموظفين الدولة اللي يعني تعب وسهر وقضى خدمة كلش طويلة هنا يخدم الدولة، شنو مصيره؟ احنا مو ناس اكاديميين، احنا ناس فنيين، ناس مهندسين من جميع الوزارات، مهندسين علوم، تربية رياضية، انسانية، يعني احنا هم نريد نحرم حق التخصصات الانسانية حالة التخصصات العلمية. ثاني مهندسة نفط من وزارة النفط، أطالب مو بس إلي أنا كتخصص علمي، أطالب أيضا كتخصص إنساني أن تصير ضمن التعليمات اللي راح تصدر في الشهر الرابع حسب كلامهم. طبعا إحنا بحد الآن ما شفنا شيء، راح يجي الرابع ونريد نشوف، وراح تصدر وأنا متأكدة أنه راح تصدر تعليمات أكو صارمة بحقنا اللي يخص العمر ويخص الاستثناء، لأن حسب ما وصلنا أنهم يريدون يشيلون شرط الاستثناء اللي هو المعدلات اللي أقل من 65. زين شنو ذنب؟ اكو ناس تعرضت الظروف الضغوط نفسيه، وانت تعرف وضع العراق شنو؟ يعني المعدل مو هو الحد الفاصل للموظف، مو الحد الفاصل، اكو ناس اذكياء صنعوا هواي شغلات، حققوا هواي امور بوزاراتهم ومحافظاتهم، بس معدلاتهم قليله، مو تخلي المعدل هو الحد الفاصل انه تنطيه او تمنحه طموحه اللي هو دا يفكر يكمل ماجستير، يطلع على تقنيات حديثه، يطلع على امور ما موجوده بالعراق هنا اصلا، تقنيات ما موجوده، يعني امور محدوده، حتى الخطه اللي بالداخل اذا تريد تكمل دراسات داخل العراق يعني هي مقعد لو مقعدين به فقط، تروح تتنافس المقعد ومقعدين سنه ورا سنه ولحد وما تحصل. فاحنا نرجع ونقول نطالب وزير التعليم العالي ومدير البعثات الأستاذ أمجد السواد بفتح الإجازات الدراسية بنفس التعليمات 165 لسنة 2011 اللي هي حسب قانون رقم 14 لسنة 2009. أنا عراقي وأنا موظف وأطمح أن أكمل دراستي، راح يستمر لحد ما يستجيب وزير التعليم، وإحنا كنا ثقة بوزير التعليم العالي أنه هو نفسه ويانا وأنه هو أبوي ويحب مصلحة بلده. هاي الوقفة الثانية اللي نقوم بها من أجل الحصول على مطالبنا المشروعة، ألا وهي تطبيق تعليمات 165 لسنة 2011 الخاصة بدائرة البعثات وإنهاء جميع القوانين والأنظمة التي وضعت من قبل دائرة البعثات للحيلولة دون إكمال الدراسة، اللي منها نظام رقم 3 في سنة 2018 اللي حدد العمر وحدد المعدل. فبالتالي احنا هنا تلاحظون انه الوقفة سلمية وجميعهم أساتذة في الجامعات ومنهم في مديريات التربية وغيرها من الوزارات، ومطلب مشروع، وتلاحظون انه هاي اللافتات كل المطالب مكتوب عليها. فنرجو من معالي الوزير ان ينظر الينا بعين من الذين شلون يعني اقول لك اللي ممكن ان ينظرون لخدمة العلم في هذا البلد، وان شاء الله خير، نتامل خير من معالي الوزير. نحن لفيف من موظفي العراق في كافة الوزارات ومن كافة المحافظات، جئنا اليوم لهذا الاعتصام
وللمرة الرابعة، طبعا هاي المرة الرابعة اليوم اعتصام، كانت مظاهرات نطالب بفتح الإجازات الدراسية خارج العراق التي في عام 2014 تم التريث بها، وكذلك نطالب بفتح الإجازات الدراسية لسنة 2011 رقم 65 لسنة 2011، وكذلك نطالب بإلغاء نظام ثلاثة المشحف بحقنا حقيقة، اللي هو أنه للماجستير العمر 35 وللدكتوراه العمر 40 سنة، وكذلك المعدل 65 للماجستير و75 للدكتوراه. بالحقيقة كان الموضوع بسنة 2014 أنه العراق مر بأزمة، أزمة داعش وأزمة الوضع البلد، وكان الموضوع أنه يلغون أو يريثون الإجازات الدراسية. الآن البلد الحمد لله والشكر تعافى ورجع إلى وضعه الطبيعي، وإحنا بالحقيقة ما نطلب غير حقنا، هذا حق موجود بالدستور لا يعدلون عليه ولا يطولنا من عندهم، مجرد هذا قانون موجود بالدستور وإحنا نطالب بحقنا لا أكثر. قدمنا هذه للمرة الرابعة، للمرة الرابعة، انتظرونا انتظرونا، وإحنا إن شاء الله بشهر الثالث. طبعا هي كل سنة المفروض هاي السنين كلها كل سنة بشهر الثالث، بداية الشهر الثالث المفروض التعليمات صادرة حتى الموظفين يتسنى لها الوضع وتروح تشتغل، تكمل إجازاتها، تكمل الطلبات مالتها. هسه احنا الحين راح يطبع علينا الشهر الرابع، ولحد الان كل شيء ماكو، مجرد نرفع كتاب ونودي كتاب ونجيب كتاب واحنا كل شيء ما شايفين. احنا معتصمين باقينا موظفين الدوله من البصره للموصل، وان شاء الله احنا نامل خير بالسيد الوزير المحترم دكتور قصي السهيل انه ينظر لهذه الموظفين. احنا قلت احنا ما نطالب غير حقنا، واحنا يعني انا اتعجب، البلد الوحيد اللي ناسه تطلب ان تتعلم، ناسه تطلب وتريد تتعلم، تريد تروح تدرس ماجستير تدرس دكتوراه، ليش تمنعونه؟ السبب شنو؟ ما جاي نعرف. كان بال 2014 سبق وان سولفت، بال 2014 كان القضيه انه حكم داعش والوضع الاقتصادي للبلد والنفط اسعاره، حاليا البلد تعافى، وبجهودنا وبجهود ابطال الجيش وبجهود ابطال الحرس والشرطه والحشد تعافى البلد ورجع، ومثل ما الجيش والشرطه بالميدان احنا كذلك موظفين الدوله بالميدان كمدرسين كموظفين كجامعات كذلك احنا عملنا ونريد نحقق مطلب من مطالبنا. يعني الان هو يقول مثلا قرار نظام ثلاثة لسنة 2018 انه للماجستير العمر 35، انا الان صار عمري 37 والقرار بسنة 2014 يعني كان عمري 32 سنة، يعني السبب مو بي، انا اقدم من كان 32 من كان 30 ومن كان 35، لكن انت منعتني، اذا هاي الفترة المفروض تحسب الي مو تحسب علي. نحن شريحة من موظفي الدولة المطالبين بفتح الإجازات الدراسية خارج العراق التي ضامت تريث لمدة 4 سنوات، ونطالب بفتحها حسب تعليمات 165 لسنة 2011، وهذا هو مطلبنا. تمت مقابلة مسؤولين وداخل الوزارة واللجان بالبرلمان، لكن ماكو أي تجاوب. يعني نطالب بتفعيل تعليمات 165 لسنة 2011، هذا القرار والتعليمات الوحيدة اللي راح تنصف
كل الموظفين يعني. هذا القرار يسمح للموظف انه يكمل دراسته خارج العراق ويكون بكل أريحية، ما بأي تقيد ولا بأي مظلومية لأي موظف يعني. لحد الآن هو احنا ظلمنا التريث، التريث صار لأربع سنوات، فهسه اجى قرار انه من المعالي الوزير رفع التريث، لكن التعليمات اللي راح تصدر تعليمات تكون غير تعليمات 165، وهذه ما راح تفيدنا بشيء يعني، يعني تعتبر تريث ضمني يعني، ما راح الى اي جدوى يعني. حقيقة من عام 2014 بدأ التريث على الإجازات الدراسية خارج العراق، وهذا التريث حقيقة احنا قدرناه في وقتها انه كان الوضع الحرب مع داعش ووضع البلد الاقتصادي، لكن الحمد لله والشكر الموضوع انتهى، داعش تم الانتصار عليه بالكامل، وضع اقتصادي ممتاز، فنطالب برفع التريث اولا عن الإجازات الدراسية خارج العراق، والقضية الثانية والأهم هي تطبيق تعليمات 165 سنة 2011. اللي هي اساسها قانون 14 سنه 2009. حقيقه هذا الموضوع يعني اخذ من اعمارنا اربع سنوات خمس سنوات، فالمفروض على الاقل هذه السنه تطبق هذه التعليمات بسبب المظلوميه اللي نحس بها، مظلوميتنا كالاتي. يعني اداره البعثات والوزاره حسب معلوماتنا انه تريد تغير هذه التعليمات، تعليمات ال 165. وهذا بغبن كبير لنا. لانه هو اللي قدام اخذ من عندي اربع خمس سنوات ويجي يحاسبني على العمر. ثاني شيء بها شروط استثناء، وهذا قانون، وهذا قانون قديم يعني ما اجت تبي الوزاره بالجديد. يعني من الستينات والسبعينات اللي عنده خدمه خمس سنوات يعني مجزيه ومرضيه ممكن يحصل استثناء من الوزير، لانه الخبره تعادل الشهاده، بعدين يعني لا يمكن انه يتساوى على مستوى مثلا حمله البكالوريوس، ما ممكن يتساوى مثلا اللي خريج جامعه بغداد مع خريج جامعات فتيه. لا يمكن تساوي خريجي الفينات مع التسعينات والثمانينات، يجب ان يكون هناك تمييز، والتمييز هو الاستثناء، يجب ان يكون هناك انصاب بالموضوع. مظلوميتنا كاتي نطالب بتطبيق تعليمات 150 حصرا، وهذا الموضوع ما يتنازل عنه، لان هذا حق من حقوقنا الدستوريه. قابلنا معاه مدير البعثات دكتور علي، كان حقيقه انسان متفهم ممتاز جدا، يعني سمع من عندنا استوعب الفكره بالكامل، لكن اكو بعض الشخصيات السلبيه كانوا ضدنا، مثل هذا الرجل اسمه دكتور علاء كان ضدنا بالكامل، يعني كان مثلا من ضمن تفاصيل اللي طلبها انه يريد يلغي الدول، دول بالكامل يريد يلغيها، مثلا دولة ماليزيا، انا سالته بوقتها شنو معاييرك تلغي دولة ماليزيا؟ قال لك سمسرة، قلت له الغي الجامعة اللي صارت بها سمسرة، لكن تلغي دول؟
جامعات ماليزيا اللي هي داخله ضمن التصنيفات العالميه شنغهاي والكيو اس تلغيهن. احنا جامعاتنا العراقيه ما داخله بالتصنيف، تلغي دول معتبره، دول ناميه داخله ضمن التصنيف العالمي. فالموضوع حسينا به مزاجات واراء شخصيه ما اعرف شو اسميها. الاهم من هذا يريدون يحسمون علينا جامعات دول الابتعاث. انت لا تعطيني راتب الاسمي، انا اقدر اعيش ببريطانيا لو كندا لو نيوزيلندا لو استراليا، ما راح اقدر. لكن جامعات حاسبني على جامعات ابتعاث وتدخل وياها جامعات نفق خاصه، يعني كلاس اي موجود بكل دول العالم، موجود بايران بتركيا بمصر بكل مكان، احكمني بالرصانه. لكن لا تاخذ من عندي 5 سنوات تجي تحاسبني بعدين عليه، انت ماخذ من عندي 5 سنوات من عمري وبعدين تجي تحاسبني عليهن، هذا ظلم وقضيه يعني غير منصفه ونرفضها رفض تام. احنا ما نطالب شيء جديد ولا قانون جديد، قانون 14 سنه 2009 يضمن حقوقنا بالكامل ويضمن حق الوزاره وحق الدوله. نعم اعتصام مفتوح، هاي مو مظاهره، احنا اعتصام مفتوح بالكامل، ما راح نتحرك من مكاننا الا نيل حقوقنا، حقوقنا بسيطه، تطبيق القانون، ونطالب مجلس النواب ان يسندنا اعلاميين، يسندنا بالضغط على الوزير، والا هم يعني ليش يعني سموا نفسهم حراس القانون؟ نواب الشعب هم حرس القانون، عليهم ان يعني يفتهمون قضيه واحده، انه مجلس النواب مو فقط كافتيريا، مجلس النواب عليه ان يسند القانون، يسند الشعب العراقي، يسند تفاصيله. واحنا ما نطالب غير حقوقنا، حقوقنا تعليمات 165 حصرا سنه 2011. أبسط المطالب هي إلغاء قرار التريث اللي كانت له مبررات دخول الإرهاب، وانتهت هاي المبررات اللي ما لها كل داعي بعد، خلاص المبررات انتفت. نطالب بإلغاء التريث وفسح المجال أمام الموظفين لإكمال دراستهم خارج القطر. والله السؤال موجه للوزارة، يعني مدى نعرف السبب، إنه هو نظام الابتعاث محدد بدول معينة مستحيل، يعني هذا قرار مجحف بحق حق الموظفين. قابلت أكثر ووعدونا خير، لكن أي منجز على أرض الواقع ما موجود. سنستمر بالاعتصام والتظاهر من أجل نيل الحقوق المطلوبة. حق هو، أنا ما طالب أكثر من حقي، هو حق وكفل القانون والدستور، فأنت ما تقدر تخالف القانون والدستور. طالبة إلغاء قرار التريث وفتح الإجازات الدراسية خارج القطر وموظفين الدولة، هذا اللي نطالبه، شيء بسيط جدا، أبسط حقوقنا، ما طالبين أكثر من عدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة من موظفي الدولة من كل محافظات العراق ومن كل وزارات العراق حضروا اليوم مطالبين بفتح الإجازات الدراسية خارج العراق اللي صار بها التريث من سنة 2011 بعد التقشف اللي قامت به الدولة العراقية. لذلك نطالب من هذا المكان معتصمين واعتصامنا مفتوح إلى حين رفع التريث والعمل بقرار 165 وتعليمات 165 لسنة 2011، واعتصامنا مفتوح وراح نبقى معتصمين إلى أن ترفع هذه التعليمات المجحفة اللي تسرب صراحة بعض من عندها، اللي هي مو بصالح الموظفين إطلاقا، واللي راح تستفاد من عندها فئة قليلة جدا قد تكون على عد الأصابع، وقد يكون المتنفذين بالدولة. نحكي بصراحة الموضوع بعد لا يطاق. الناس عاقبتوها لخمس سنين وترجع تعطي قرار يحرمها من الدراسة خارج العراق، حرمتها 5 سنين من عمرها ضيعتها، وتجي تجيب تعليمات تقول هذه التعليمات لازم عمرك 35 سنة حتى تدرس ماجستير أو 40 حتى تدرس دكتوراه. هو شو وقت الموظف العراقي لحق يتعين ولحق يدرس ماجستير حتى تعاقبه بالعمر 40؟ وش وقت لحق يتعين ويرتب وضعه الاقتصادي داخل الأسرة داخل بيته؟ ما باني له بيت عنده طموح تجي تقتل طموحه بعد أن عطلته 5 سنين؟ بأي قانون وضعي هذا خليته؟ شنو تسميه؟ شنو الغاية أن تحارب العلم بهذه التعليمات؟ هذا الموضوع فطري، الله زرع عند الإنسان
طموح طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الإمام علي والأهل البيت والمعصومين ورسول الله سيد الكائنات، اطلب العلم من المهد إلى اللحد. أنت تجي تخليها ب35 تعطلني وتعطل عقلي وتعطل العراق والكفاءات العراقية، وأنا ما راح جايب شهادة من جامعة أنت ما معترف بها. أنت سميها جامعات رصينة، وأنت سميها دول ابتعاث، وأنت سميها جامعات رصينة، وأنا جاي أطبق الشروط اللي هي كانت في 2011 معمول بها وقبل 2011 معمول بها. جيت بحجة التقشف، وين التقشف؟ شو وقت التقشف؟ على بعض مسؤولين، على الناس الفقراء والمساكين واللي ما عندهم حيلة ولا عندهم واسطات، مو متنفذين بالدولة، تطبقون عليهم القرارات. اكو ناس جات تطلع بس ناس متنفذين، ونحكيها صراحة اليوم الأحزاب متنفذة جاي تطلع كفاءاتها خارج العراق وتدرس وتجيب شهادات وخارج الضوابط. أنا لأن ملتزم بقانون الدولة من صرت من نشأتي لليوم، وأنا أحترم العلم العراقي وأنا أحترم الدولة العراقية، أطبق عليها تعليمات مجحفة وتحرمني من حقي بالتعلم. التعلم حق مشروع، حق فطري، حق إلهي، حق كفل القانون، حق كفل المجتمع، حق كفل العقل. ممنوع عليك أنت تجي تحرمه بحجج واهية. إلى متى هذا الموضوع يستمر؟ إحنا معتصمين إلى أن تنفتح الإجازات الدراسية خارج العراق وفق تعليمات 165 لسنة 2011، ترجعون حقوقنا وترجعون صلاحيات وزاراتنا بالاستثناءات، وإن شاء الله نعاهدكم يا مسؤولين أياً كنتوا، سواء كان موقفكم إيجابي أو سلبي من هذه التعليمات، من حقنا إن شاء الله نعاهدكم ناخذ الشهادات وإن طال الزمن، وإن شاء الله إحنا ناخذها وجايينكم إن شاء الله، وجايينكم بكفاءات وشهادات ومن جامعات رصينة. أنت تريدها رصينة. احنا تجمع موظفي الدولة العراقية من كل المحافظات العراقية، من كل الوزارات العراقية. احنا في اعتصام مفتوح واضراب عن الطعام وعن الشراب لحين تحقيق مطالبنا. احنا نطالب الوزير، الامانة العامة، دولة رئيس الوزراء بفتح الاجازات الدراسية حسب تعليمات 165 لسنة 2011، قانون مشرع من البرلمان وحسب القانون. نريد فتح الاجازات الدراسية، صار 5 سنوات متوقفة من دخل داعش للعراق. الآن البلد مستقر وعندنا موازنة انفجارية، ما راح تكلف شيء الدولة. احنا نطالب فتح الاجازات الدراسية حسب قانون 165 سنة 2011 لدول الابتعاث والنفقة الخاصة. لحد الآن ما نزلنا أي مسؤول، واحنا سمعنا انه الوزير فاتح الاجازات، بس سمعنا من جانب آخر انه اكو لجنة مشكلة حتى تسوي تريث ضمني، يسوي شهادات مجحفة في حق الموظف. احنا هي تعليمات قانون مشرع وموجود، نريد ان ينفتح التريث به. موازنه موجوده في جاري 120 مليار، فالعراق لسه مستقر، نفط دين باع بشكل جيد. ما احنا في اعتصام مفتوح ومضربين عن الطعام وعن الشراب. الإجازات الدراسية منصوص عليها في قانون 14 سنة 2009 تحديدا حسب تعليمات 165 سنة 2011. نحن ناشدنا
وزارة التعليم العالي وناشدنا الجهات المعنية واللجان المعنية في البرلمان الموقر من لجنة التعليم العالي، قدمنا طلبات لهم في هذا الصدد، لكن إلى الآن لم نسمع شيئا في هذا الموضوع، سوى أنه تمت مخاطبة الأمانة العامة بإلغاء التريد، وهذا غير كافي كون التريد دام على مدى الأربع سنوات الماضية بالمماطلة والقرارات التي هي لا تسبق مستوى الطموح. لذلك نحن هنا لإقامة اعتصام سلمي يحمل كل المعاني السامية، نوصل بها رسالة إلى السادة المسؤولين في وزارة التعليم العالي متوكلة بالدكتور قصي السهيل المحترم الذي نتوسل فيه خيرا ونراه حلا للعملية لمشاكل العملية التعليمية والعلمية في العراق. ومنها رسالة إلى مجلس النواب الموقر وإلى الأمانة العامة مجلس الوزراء، نطالبهم بإلغاء التريث كون التريث أساسا غير قانوني، لا يمثل خطوة قانونية في يعني التريث في قانون، هذا غير مطلوب. نعم نطلب أيضا بإبعاد وإعفاء معرقلين العملية العلمية في البلد الموجودين في كافة الوزارات ومنها وزارة التعليم العالي الموقرة والذي قام بها فعلا معالي الدكتور قصي السهيل، لكن نطلب منه أن يستمر في منهجه، ولكن في نفس الوقت نطلب منه أن ينظر إلينا كوننا أصحاب شهادات عليا أقل ما يمكن من عمل مكان الوزارة. كلنا نريد حق التعليم، حق الدراسة الذي كفله الدستور العراقي بالوقت يعني في وكفله القانون. لذلك نعلن اعتصاما مفتوحا إلى حين إصدار تحقيق المطالب عن طريق إصدار كتاب رسمي يوضح فيه أنه سيتم العمل بتعليمات 165 سنة 2011 الذي استفادت منه شريحة معينة من المجتمع الوظيفي العراقي، والآن يراد يعني إصدار تعليمات مجحفة وظالمة، نعتقد أنها ظالمة لنا ولا تسمح لنا بتحقيق الطموح.